الله. وهلا بيسعدنا ان نستقبل معانا صوت من الغور، وتحديدا من غور المزرعه. هي صبيه موهوبه جدا، صاحبه صوت مميز، وهي قدوه مش بس لصبايا وبنات الاغوار، ولكن ايضا لكل شباب الاردن. بيسعدنا تكون معانا سجى المغاصبه. صباح الخير. سجا صباح الخير، كيف حالك؟ كيف حالك يا هلا؟ اهلا وسهلا، تفضلي. نورت. نورت. اهلا بسجا. اهلا فيك. يعني الحلو في الموضوع انه فتاة من بيئة حلوة، من بيئة زراعية، بيئة خصبة، بيئة ريفية، يكون عندها موهبة حلوة، وهاي الموهبة كمان انها يعني تجير الى الافضل. وكمان الكل نسمع، انت مغنية ومغنية حلو، بتقولي ام كلثوم وبتقولي اغاني كتير كتير حلوة. طيب انا سؤالي، كيف بديتي او كيف بدت الموهبة؟ مين اكتشفك؟ كيف مشيتي اول الطريق؟ والله بصراحة أنا مشيت أول الطريق عن طريق مسابقة عملتها مبادرة الذكرى، اللي هي بتشتغل بغور المزرعة. نعم. وعملنا المسابقة بصراحة ما توقعت، يعني أنا شاركت المسابقة على أساس أنه بس يعني نمزح وهيك، فتطورت المسابقة وعملوا لنا سي دي. أول سي دي كان مشترك، يعني إحنا ثلاثة اللي فزنا بالمسابقة، أنا جبت المركز الثاني. نعم. فكان السي دي مشترك، فأنا كان لي أغنية واحدة بس. لما المسابقة كملت كانت بعنوان صوت من الغور. نعم. وكان بتضمن شباب، وكان بصراحة أنا ما توقعت أنه يجي بنات من الغور، كانوا منطقة محصورة. حلو. فاللي تفاجأنا فيه أنه إجي بنات وكانوا بيغنوا، يعني عندهم صوت. حلو. والحمد لله حصلت على المركز الثاني، وعملت السيدي لما عملناه كان بتضمن بس أغنية واحدة إلي، لأنه كان سيدي مشترك. وبعدين الحمد لله أنتج السيدي خاص لحالي وبتضمن 8 أغاني. يا سلام. احنا بهالمناسبة بنحب نوجه تحية كتير كبيرة لمؤسس مبادرة الذكرى أستاذ ربيع زريقات، ساعدنا كتير بإعداد هالحلقة وبالتواصل مع سجا. يعني معاليك قديش بتكون فخور وسعيد لما تشوف بأنه صبية مثل سجا قدرت أنها يعني تطلع من هالبيئة الريفية وتقدم هالموهبة وتلاقي الدعم من أفراد عائلتها. أنا بعرف أنه أسرتك كمان، والدك دائما بيكون معك بكافة النشاطات. نعم. شكرا. والله يعني حقيقة أنه لما نجي على الأغوار، الأغوار الحمد لله فيها مخزون هائل. نعم. يعني أولا من نسبة من الشباب، طبعا لما أقول الشباب والشابات، هذه الشريحة استطاعت يعني أنها تدخل في أكثر مجال. في مجال الطب أنا أشوف أنه طلاب من أبناء الأغوار متميزين ومتخصصات متميزة، في بريطانيا يشتغلوا هسه حاليا. نعم. في الأردنية. في الهندسة نفس الشيء، في الزراعة منتجات الأغوار أنا شفتها في بريطانيا تباع، جوردن فالي في بريطانيا. زراعة الأغوار، التمور وما غيرها. كذلك يعني بنتنا الكريمة هذه هي نموذج من الطاقات الهائلة المبدعة في مناطق الأغوار، والحمد لله يعني الوعي هناك والمعرفة والتقدم في جميع المجالات موجود في منطقة الأغوار. واليوم احنا الشباب هذول هم ثروتنا، اللي احنا يعني الاصل ان ندير بالنا عليهم. صحيح. ولكن هؤلاء الشباب بحاجه الى عنايه وبحاجه الى نوع من التنظيم، ونبعد عن العقليه القديمه اللي لما يعني كانوا في يوم من الايام لما شاب بده يقوم باي يعني جهد او حتى لو اقتراح ابدا او لو ابدا اي راي، يصير يقول لك هذول لا، يعني لا تردوا هذول اولاد. لا يا عمي ما بصير. هذا الشاب اليوم آفاق المعرفة أصبحت مغروسة في شبابنا وفي أبنائنا. يجب أن يعطي الشباب حقهم في الحديث، حقهم في الرأي، حقهم في إبداء رأيهم بكل وضوح وصراحة، مع ديرة بالنا لهم يعني توجيههم المسار الصحيح والعناية الصحيحة. ومثل ما قلت قبل شوية، نزرع فيهم قيم والسلوك الطيب والكويس، لأنهم يعني هم بالأخير هم دائما في حكمة تقول الشباب هم صانعو التنمية. وهم المستفيدون منها في المستقبل. صحيح. يعني هم راح يكونوا رواد التنمية. فما بصير والله ابني يعني خلص ومبدع وجاب مثلا شهادة من بريطانيا، ولا ابني جاب طب، ولا جاب ابني هندسة، ولا صيدلة، ولا أي جهد ثاني، ولما أجي أقعد في ديوان
اجي امنع من حديث اقول انت مالك، ما بصير تحكي. انا بس الراي الي لكبير العشيره او كبير العيله، هذول الشباب يجب ان يعطوا الاحترام، لازم نسمح لهم في الحديث في ابداء الراي، وان نكون سند لهم ومحاوله المسك بيدهم حتى يستطيعوا الوصول الى الهدف، لانه كل شاب له هدف، له حلم معين يسعى اليه، لازم نشجعهم. فاحنا نشجع بنتنا ونشد على ايديها ونقول اعطيك العافيه. طب سجأ انا اسالك هلا، من بنات جيلك والجيل اللي اصغر منك، ما بتشوفي انه صار عندهم الرغبه كمان في الغناء؟ يعني ما صرت انت نموذج في في الاغوار الجنوبيه للغناء الحلو؟ عندك سي دي يعني، صار عندك البوم. والله بصراحة بتعرف انه اكثر اشي يعني بخليني احيانا بدي اتراجع من حكي الناس بالغور، يعني لولا انه ابوي واقف معي ومساعديني شوي اهلي، فبكون بدي اتراجع. بس لما اشوف البنات اللي جيلي والاصغر مني بيحكوا انه بدي اصير زيك، يعني كثير بستنوا انه بدهم مسابقة تصير مرة ثانية مشان هم يشاركوا وبرضو يفوزوا ويصير لهم سي دي لحالهم، يعني كمان هم كثير بحسوا انه هاي الشغلة مميزة. وبعدين طالما عم بتقدمي فن راقي ويعني وعم بتوصلي رساله، لانه هلا احنا بنسمع من اغانيك كل اغنيه فيها هيك نكهه مميزه بتميزك عن اي فنانه ثانيه او عن اي صبيه بتغني يعني باول عمرها، لانه مثلا اغنيه يما هي حوار بين ام وبنتها ليله عرسها، يعني قد ايه في خصوصيه لمنطقتنا ولمنطقه الاغوار وللاردنيين. هو عن الأغوار بالذات، يعني أنه أنا بغني للأغوار بالذات، أنه ما حدا أصلاً بينافسني بهاي الإشي، أنه أنا بحب أغني للغور وبوصل رسالة المرأة شو هي بالغور. يعني أنا كل هدفي من الأغنية أنه رسالة. نعم. يعني كل فنان عنده هدف، فأكيد أنا بدي. لا ما شاء الله عليك، وبالعكس بس أوعك تتراجعي، هذا أهم شيء. أكيد لا، يعني استمري استمري بحلمك، استمري بتقديمك مدام أهلك معاكي، وأنت إن شاء الله يعني كمان بتعرفي تقيمي ما تقدمي. هيك عم تحكي انه الفن هو رساله، فهذا شيء كثير رائع. طب احنا شو رايك نسمع شيء الان؟ انا راح اسمعكم يوم ما هي اول اغنيه طلعت، اول اغنيه يعني كثير كثير بحبها وان شاء الله راح تحبوها. اوكي احنا على السمع. ماشي. بس انا راح اغني مع الماينس 1 بس. اوكي يلا. طيب عم بحكوا، اوكي عم بحكوا لي انه انت بتقدري تغني هلا بدون موسيقى، نسمع من صوتك. ماشي. يا يما ليه الدمع يما، كيف الدمعات يا حنونه، دامك عمته وابويا عمه، والله لسكن مجلت عيونه. يا يما ما قدر على بعدك، يا يما بالغور مسكاني، كيف اليوم يوم سعدك، كل الغور ربعي وجيراني. الله يسجى يسلم هالصوت. كل الغور ربعي وجيراني. حلوة كتير الأغنية وهيك تقشعر البدن، لأنه بالفعل ليلة الزفاف صعبة على الأم وعلى بنتها. معاليك إحنا حكينا يمكن إذا بدنا نحكي الفن هو جزء من يعني تنمية وتطوير أي منطقة، وكنا قبل الفاصل وقبل ما نستضيف سجى معانا كنا عم نحكي عن أهمية تنمية المشاريع السياحية بمنطقة الغور. يعني كتار بيقولوا إنه في تقصير من بعض الجهات، لأنه هاي المنطقة غنية جدا ولكن يمكن الناس ما عم تستغلها، بالسياح أقصد، ما عم تستغلها بالطريقة اللازمة. شكرا أختي الكريمة. أنا حقيقة لما نتحدث عن الغور نتحدث عن منجم ذهب الغور، بما فيه منطقات هائلة ومن مخزون كبير من الثروات اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليها، أنعم علينا فيها بالأردن بشكل عام والغور بشكل خاص. احنا لما نقول يعني الزراعة، تحدث قبل شوي أخي سليمان، الزراعة هي يعني أمن غذائي، والأمن الغذائي هو ركيزة الأمن الوطني. نعم. لأنه أي دولة ما فيها أمن غذائي لا تستطيع أن تحافظ على أمنها الوطني بالذات. فمنطقة غور من أقصب مناطق العالم، لأنها دائما منتجات الزراعية تقع في يعني في وقت مبكر جدا، وبأيام تكون كل دول المحيطة حوالينا هون ما فيهاش إنتاجية، سواء كان دول عربية أو العالمية.
هناك التربة، هناك كمان يعني المزارع الأغوار أصبح هذا مزارع نشيط، واستطاع أن يوصل منتجات الزراعية وبأجود الأنواع وبأفضلها إلى الأسواق الأوروبية بالطرق التعاقدية جدا. إلى جانب الزراعة هناك كمان يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بثروة هائلة كبيرة اللي هي السياحة. ولما أقول السياحة اليوم، السياحة اليوم صارت صناعة، اليوم صارت السياحة علم طبعا، علم كامل، والسياحة تدخل بأخش يعني بتفاصيل عديدة، منها عند السياحة العلاجية، من عندك أنت سياحة المغامرات صارت، أيوة. من عندك صح. سياحة الدينية، السياحة الطبية، السياحة الأثرية، هذه كلياتها موجودة في الأغوار. حلو. لما نيجي احنا نقول للسياحة العلاجية، هذه الحمامات المعدنية والمياه المعدنية الساخنة موجودة في المخيبة وبالشونة الشمالية. حلو. وموجودة على مدى الغور كلياته. نعم. هذا دلالة أنه هذه الثروات موجودة بس بدها من يستغلها. حلو. قمنا احنا نستغلها بالشونة الشمالية، عملنا هذا. نعم. المشروع مشروع يعني بسيط لا يرقى إلى المشاريع اللي حلو. طموحاتنا لها. حلو. هناك في عنا احنا يعني كمان اللي هو السياحة التاريخية، لما تيجي تحكي عن طبقة فحل وتاريخ منطقة الأغوار تحكي على الشون الشمالية، هذا الشون الشمالية تاريخ غني، تاريخ نعم، تاريخ اسمها كانت القصير، القصير المعينية يعني للدولة المعينية، هذه كانت هي منطقة جسر المجامع بناء المملوكي برقوق. نعم. هذا قبل يمكن 1000 سنة بنى هذا الجسر المجامع ثم أعيد بناؤه في لما جاء الأتراك والعثمانيين. تحكي أنت عن السياحة الدينية، تعال السياحة الدينية شوفي هناك عندنا في مقامات الصحابة كلها موجودة من الشؤون الشمالية، مقام معاذ بن جبل، مقام عامر بن وقاص، مقام شرح بن بحسنة. نعم. مقام أبو عبيدة، هذه المقامات منتشرة في جميع أنحاء الوادي. ثم صح. هناك سيد المسيح يعني في منطقة الشؤون الجنوبية المختص، المختص في يعني هذا أصبح كمان موقع ديني عالمي. نعم. حلو. إذا نتحدث إحنا عن كثير أمور ليست موجودة. حلو. في مناطق أخرى عدا عن الطقس الجميل